السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في ليدل، واليوم جابوا يا البنات اشياء اكثر من رائعه. فيديو فيه غير الهبال وصافي، بقاو معايا حتى الاخر الفيديو. واول حاجه غادي نبداها لكم البنات هي هاد الشوايه اللي خدامه بالكهرباء، فيها نقول لكم ثلاثه، حيت فيها هاد دي بحال مارمو كتشويو عليه، وهذه الشوايه العاديه نتاع الحديده، وكيجي معها هاد المعالق اللي هي نتاع الكهرباء. الثمن ديالها 19 أورو 99 سنت. ودخلوا حتى هاد الشوايه هذه اللي فيها 3 في 1 كما داروا هنايا، حيت كتشويو عليها وتقدروا تفتحوها ترجعوها كشوايه. نشوف واش كاين هنايا شي صوره. لا في هاد الجهه ما كايناش، حيت هذه راهي كتفتح. ها هي هذه كيفاش كتولي، كتفتح كامله. الثمن ديالها 37 أورو 99 سنت. وكاينه حتى هاد الاله هذه اللي كتصلح للفافل او للساندويتش او للغريل، حيت كتجي معها حتى هذه ثلاثه نتاع الاختلافات، اما هذه نتاع الفافل او ديروها هذه نتاع الغريل. وكاينه هذه اللي كديروها فيها الطوست وكتعمروا فيها الفورماج او اي حاجه. هذه ماركه نتاع ليدل، الثمن ديالها 19 أورو 99 سنت. ودخلوا هذا الخلاط اللي هو ماركه معروفه، هذا الاسم اللي هو معروف عالميا، هذا اللي تقدروا تقطعوا بها البصله او القزبور اللي داروا فيها تخفيض رائعه، اللي كان في الاول ب 47 أورو 99 رجعوه ب 27 أورو 99 سنت. وكاينه هذه اللي هي خاصه نتاع الخبز، هذه راهي نتاع الحديده وفيها الالوان اللي عجبني، كاين واحد اللون عجبني بزاف. المهم كاين هذا اللون الاسود عنده الغطاء ديالو، وها هو اللون ديال البنات اللي هو شويه نادر هذا اللون، وكاين اللون الابيض. الثمن ديالهم 9 أورو 99 سنت. وكاين حتى هذا القطاعه اللي كيجي فيها هكا ست اللي كتقطع لكم الاشكال نتاع الخضر وحتى نتاع الفواكه، الثمن ديالها 12 أورو 99 سنت. ودخلوا البنات هاد غادي نقولوا جميله مع المقلات، حيت الشكل ديالها نتاع المقلات ولكن كتبان لي بحال الجميله حيت غارقه شويه، كيجي معاها الغطاء ديالها. هذه اللي فيها 28 سنتيم اللي هي ماركه نتاع ليدل، الثمن ديالها 17 أورو 99 سنت. وكاين هذه بوحدها كتجي هكا مسطحه وثقيله البنات، ثقيله بزاف. هذه الثمن ديالها 16 أورو 99 سنت. ودخلوا البنات هادو اللي هما خاصين تاع الشاي، كنديروا فيهم دوك الشرسيات نتاع اتاي، او اللي تقدروا حنايا مع الاتاي المغربي تقدروا ديروا الحبوب نتاع اتاي هنايا، كاين فيه اما هاد الشكل وكاين هذا. حتى هذا عجبني الشكل ديالو، كيجي بحال هاد الطريقه. الثمن ديالهم 9 أورو 99 سنت. وكاين هاد المولات نتاع الفران، هادو راهما صغارين ماشي كبارين، اللي فيهم جوج في الباكيه وفيهم جوج الالوان، كاين اما اللون الاسود وكاين حتى اللون الابيض هكا. وكاين الا بغيتو تاخذوا الحجم الكبير، هذا فيه غير واحد في الباكيه، حتى هو فيه الاسود وفيه الابيض، هذا كيهز 2 لتر. اما هادو كيهزوا 68 ملل، اللي الثمن ديالهم 5 أورو 99 سنت. وكما جابوا البراد نتاع اتاي اكيد جابوا نتاع القهوه، كاينه هذه نتاع القهوه خاصه كنديروا فيها القهوه، كتصبوا القهوه مع الماء الساخن وكتحركوه. كاينه اما هذه او لا كاينه هذه اللي هي خاصه نتاع الرغوه نتاع الكابوتشينو ولا تماكياتو، اللي كديروا الحليب وكتبقاو كتحركوا هذا من الفوق وكيدير الرغوه. هذا داروا فيه تخفيض اللي كانوا ب 49 أورو 90 سنت رجعوه ب 12 أورو 99 سنت الا خديتوا هذا نتاع القهوه او هذه نتاع الرغوه بحال. وكاينين هاد الكيسان، هذه راه هي ماركه، هذا الاسم كنعرفو. هاد الكيس اللي ولا دابا معروفين اللي كيبان بحال الا فيهم الدوبل نتاع الكؤوس، لهذا فيهم جوج نتاع الكابوتشينو ولا تماكياتو، كاين اما هذا
اولا هذا اللي فيه ثلاثة في الباكية، وكاينين هادو كيصلحوا هكا الاتاي فيهم جوج، كيبان بحال اللي راهم مدوبلين، اللي حتى هادو داروا فيهم تخفيض اكيد، كانوا ب 11 اورو 95 سنت، رجعوا ب 9 اورو 99 سنت. وكاين هاد المول اللي كيدخل الفران، هذا اللي عنده الغطاء ديالو وعنده حتى هاد الشبكة كتجي معاها، الا درتو بحال هكا الدجاج مع الخضرة يعني هذا خاص نتاع الفران، اللي كيهز 5.7 لتر، الثمن ديالو 29 اورو 99 سنت. ودخلوا هاد الجميلات اللي هما نتاع ماركة نتاع تيفال، راكم عارفين الماركة تيفال ماركة معروفة، غادي نهزها باش غادي نوريها لكم. فيها الكارانتي نتاع 5 سنين، كيهز 5.4 لتر وفيها 24 سنتيم. هادي اكيد داروا فيها تخفيض حيت ماركه معروفه، اللي كانت في الاول ب 54 اورو 99 سنت، رجعوها ب 29 اورو 99 سنت. وكاينه حتى هاد الجميله، نفس الجميله اللي وريت لكم، هادو كاين فيهم الحجم الصغير، هادي كتهز 3.1 لتر اللي فيها 20 سنتيم، حتى هادي داروا فيها تخفيض. هادي كانت في الاول ب 44 اورو 99 سنت، رجعوها دابا ب 24 اورو 99 سنت. وكاينين هادو دايرين بحال انوكس اللي كنديروا به البطاطا المسلوقه، وكاينه هاد الملعقه، كاينه هاد الصفايه، شوفوا واش كاين شي اشياء اخرى. هنا هاد اللي كنهزو منها الشباكيتي، من الاشياء اللي كاينين هنايا، واي حاجه خديتوها من هادو الثمن ديالهم من 2 اورو 99 سنت. وكاينين هاد العلب نتاع بلاستيك، هادو اللي هما نتاع السيليكون ماشي بلاستيك عادي، اللي كيتفتحوا وكيتطوا بحال هكا، ملي كتفتحوا كيولي كبارين، وملي كتسدوه كيولي بحال هكا. فيه 4 في الباكيه من الكبير حتى الصغير، وكاين اختلافات في اللون يعني من الاسود الاصفر الازرق الابيض، كاين اما هاد الحجم اللي كيجي مستطيل او لا هذا، لاحظت واحد الاختلافات، هذا كيجي مربع لي الثمن ديالهم 1 اورو 99 سنت. ودخلوا حتى هاد الترمويات، كيهزوا حتى 490 ملليلتر، اللي كيستحمل حتى 6 تاع الساعات السخونيه، كاين فيه اما هاد الشكل او لا هذا، وكاين هذا بوحدو الثمن ديالو 4 اورو 99 سنت. وجابوا حتى هاد العلب، هادو فيهم 4 في الباكيه، هادو ماشي نتاع السيليكون، كيهزوا لتر، كاين اما هاد الشكل او لا هذا، فيهم جوج في الباكيه اللي الثمن ديالهم 8 اورو و99 سنت. وجابوا هادو اللي هما خاصين تاع الكوكتيل، اللي فيهم 8 الداخل اللي كنشربوا به الكوكتيل، ولكن تاع الحديده وفيهم الالوان، كاين اما هادو، كاين هادو اللي هما المعالق فيه ملعقه هكا، ولكن فيه تقدروا تشربوا منه من الفوق، وكيجي مع هذا ملي كتسالوا الا بغيتوا تغسلوه، فيه الالوان زوينين. حتى هادو فيهم 8، وكاين هاد الشكل في هذا لي الثمن ديالهم 3 اورو و99 سنت. وكاينين حتى هاد القطاعات، هادو اللي كنختار ليهم الخضار او اي حاجه تاع بلاستيك، كاين فيهم اما الحجم الكبير او لا هكا الحجم الصغير، كيجي فيه جوج في الباكيه، وكاين فيه جوج الالوان، اما هاد اللون او لا هاد اللون، الثمن ديالهم 6 اورو 99 سنت. ودخلوا حتى هذه اللي هي خاص نتاع القهوه، اللي فيهم جوج كنديروا فيهم القهوه، كاينه اما هذه وكاينه هذه، هذه كتجي فيها حتى هي جوج، هذه ومع الملعقه ديالها، الثمن ديالهم 4 اورو 99 سنت. وكاينه هاد الخزانه، هذه اللي هي نتاع الخشب خاصه نتاع الحاسوب، هذه تحطوها فوق البيرو، اللي الثمن ديالها 12 اورو 99 سنت. وكاين حتى هاد الحاسوب جابوه، الا بغيتو تحطوه فوق هذه اللي وريت لكم دابا، داروا فيه تخفيض،
كان ب199 اورو، رجعوا ب149 اورو، وراهم رجعوا تاني هادية البنات. علاش قلت لكم رجعوا تاني؟ حيت كانوا جابوها ماشي وقت بزاف، غير نقول لكم دابا شهرين باش تخلو هادية. هادي خاصة نتاع ما تحطوها في الغرفة نتاع الأطفال أو في الكوزينة، هادي خاصة تحطوا فيها بحال المواعيد أو للوليدات إلا عندهم شي تمارين هاوس أوف كابون، كيحطوا عليهم الأشياء ديالهم، حيت كيجي معاه هكا هنايا القلم وهادو باش كتلصق الورقة. كاين فيها إما هادي بحال هادي غادي تصلح غير في الكوزينة، تحطوا فيها بحال أين كوفان إلا بغيتوا تشريو شي حاجة كتكتبوها تماك، او اي حاجه المواعيد نتاع الطبيب راكم عارفين. وكاينه هذه كتجي سامبل مربعه، وكاينين هادو اللي مستطيل بحال هكا الغرف نتاع الوليدات بحال البنيتات، هذه غادي تصلاح. كاينه هذه بحال هكا، الثمن ديالهم 4.99 سنت. وكاين هاد هذه راهي تقاشر تقشرات فيهم ثلاثة في الباكية كما كتلاحظوا، عجبني العلبة ديالها. كاينين إما هادو نتاع الرجال، وكاينين هادو نتاع النساء، كاين فيهم الألوان لي هادو يا البنات. الثمن ديالهم ما كاينش هنايا مع الأسف. ودخلوا يا البنات هاد البيانو لعشاق نتاع الموسيقى اين انتم، حيت هادشي كيدخلوهم غير على الاحتفالات، راهما كيتبادلوا الهدايا راكم عارفين. كاين هاد بيانو اللي داروا فيه تخفيض ب181 اورو، رجعوه ب 99 اورو 99 سنت. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا اليوم في ليدل. غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.